دلوقتي تعالوا بقى نروح مع حضراتكم الى مقر جريده الجمهوريه مع مراسلنا محمد توفيق عشان نتابع معاه اهم الاخبار الرياضيه في كافه الصحف والمواقع المحليه والعالميه، ويعني برضه عشان لضمان ان الحوار يكون اكثر ثراء هيكون معاه كمان لقاء مع الكاتب الصحفي الاستاذ ياسر الشرقاوي. صباح الخير عليك يا محمد انت واستاذ ياسر، وتفضلوا سامعينكم. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا نهواند، تحياتي ليكم مشاهدي 10 الصبح في الاهلي. يعني يوم جديد يا رب ان شاء الله يكون يوم سعيد على كل الناس اللي بتشوفنا وبتتابعنا. موجودين في يعني واحده من اعرق واحب الصحف المصريه لقلوب كل المصريين، يعني جريده الجمهوريه، واحده من اعرق الجرايد اللي تم تاسيسها في 7 ديسمبر 1954. يمكن كان اول حد اشرف على الجريده منذ تاسيسها كان الرئيس الراحل محمد انور السادات في ذلك الوقت. يعني زي ما بنقول دايما كده، يعني بنقدم لكم خدمه متميزه ولكل الناس اللي بتشوفنا اهم وابرز الاخبار وكل الحاجات اللي الناس بتتكلم عنها الصحافه بتعكسها، واحنا كمان بنقدمها كخدمه لكل مشاهدينا. يمكن اول خبر طبعا الحدث اللي بيشغل كل المصريين، كاس العالم لكره اليد، واول خبر معانا من صحيفه الجمهوريه صفحه 14، الرئيس يهنئ منتخب اليد بالصعود لدور الثمانيه، ابطالنا لا يعرفون المستحيل، تاهلوا لربع النهائي بالتعادل مع سلوفينيا 25-25، قدموا اداء قويا والطيار نجم فوق العاده. زي ما بيقول الخبر، هنا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه المنتخب المصري لكره اليد بعد تاهله لدور الثمانيه بعد التعادل مع سلوفينيا في المباراه الاخيره. كمان اكد الرئيس دعمه الدائم لكل المتميزين رياضيا في مصر وكل الانشطه الرياضيه المتميزه. كمان يعني اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيبه بجميع الوفود المشاركه، متمنين لهم يعني قضاء اوقات سعيده في مصر وتذليل كافه العقبات اللي بتقابلهم اثناء اقامتهم في مصر. يمكن المنتخب زي ما شفنا كلنا امبارح فاز على التعادل مع سلوفينيا 25-25 وقدر يخطف بطاقه الصعود كثاني المجموعه، وان شاء الله بعد بكره الاربعاء الساعه 7:30 6:30 عفوا على صاله استاد القاهره هيقابل منتخب الدنمارك بطل العالم وواحد من يعني ابرز المرشحين للفوز بالبطوله. يا رب ان شاء الله يكون يعني التوفيق من حليف المنتخب المصري، واعتقد يعني هو سلاح ذو حدين، لو قدرنا نحقق الفوز اعتقد ان الطريق هيبقى مفروش قدام المنتخب المصري ان شاء الله لتحقيق اللقب الاول تاريخيا لمصر في بطوله العالم للكبار. الخبر اللي معانا الثاني عالمي ومن صحيفه الأهرام المسائي، صلاح الاستثنائي، سجل ثنائية الريتس في مسرح الأحلام ومانشستر يفوز. يمكن حالة من التخبط بيعيشها ليفربول مؤخرا، آخرها كان الخروج امبارح من دور ال 32 أمام مانشستر يونايتد على ملعب الأحلام أورد ترافورد. يعني يمكن محمد صلاح قدر يحقق هدفين امبارح للريتس، لكن ده ما كانش كافي إن الريتس يقدر يتأهل. لكن والهزيمه في 3 مباريات اعتقد ان كمان بقى في المركز الرابع فرق 6 نقاط على المتقدم، بقى بعيد جدا عن المنافسه، والايام الجايه اعتقد هيبقى فيه مزيد من النتائج السيئه. الخبر الثالث اللي معانا يمكن الموقع الرسمي للفيفا fifa.com، يعني ابرز تصريحات المدير الفني للنادي الاهلي بيتسو موسيماني قبل مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. يمكن الموقع ابرز مشاركه النادي الاهلي وعودته للمشاركه مره اخرى بعد غياب 7 سنوات منذ المشاركه الاخيره في 2013 اللي كانت في المغرب، وكذلك تصريحات المدير الفني للنادي الاهلي بيتسو موسيماني اللي اكد في اكثر من تصريح ان النادي الاهلي يعني زي ما بنقول العنوان الرئيسي كان موسيماني مواجهه بايرن ميونخ ستكون فخرا لنا. كمان اتكلم المدير الفني للنادي الاهلي بيتسو موسيماني عن مواجهه الدحيل، قال ان الفريق متوج بالبطوله القطريه ودي فيها اكثر من فريق رائع، طبعا اشهرهم السد القطري بيدربه مدرب كبير زي تشافي، وكمان في مهاجم يعني اشار للمهاجم الجزائري بغداد بنجاح لاعب الفريق، قال لكونهم ان هم يقدروا يفوزوا ببطوله مهمه زي كده فده اكيد فريق كبير وان شاء الله يعني نتطلع للفوز وتخطي دور ثاني. عن مواجهه بايرن ميونخ قال ان طبعا المنافسه صعبه جدا، ولو قدرنا نحقق الفوز في اول مباراه وقابلنا بايرن ميونخ فساعتها ما عندناش حاجه نخسرها، كل اللي هيبقى قدامنا اسعاد جماهيرنا وتمثيل سواء مصر او كمان تمثيل القاره الافريقيه. عشان بقى نتكلم عن اخبارنا والتحليل بشكل اكبر معانا انضم لنا حالا كابتن يعني استاذ ياسر الشرقاوي الصحفي بجريده الجمهوريه. استاذ ياسر يعني منورنا النهارده، ويعني بنتكلم على الاخبار وتحليل الاخبار بشكل اكثر. يعني اولا مصر والصعود لدور الثمانيه، واعتقد يعني زي ما شفنا الاداء اكثر من رائع من كل الفرق، شايف التاهل ازاي؟ والله يعني احنا عملنا ماتش كويس امبارح قدام سلوفينيا، رجعنا كنا متاخرين الشوط الاول فرق 4 تجوان تقريبا. الحمد لله يعني رجاله منتخبنا كانوا رجاله وقدروا ان هم يرجعوا في النتيجه في الشوط الثاني ويحققوا تعادل مع سلوفينيا، فرقه مش ضعيفه خالص، قدرنا ان احنا نعمل ماتش كويس قدامهم. الطيار طبعا كان حارس استثنائي في البطوله كلها، يعني بصراحه مش في الماتش ده بس قدرنا ان احنا نعمل نتيجه كويسه والحمد لله صعدنا لدور الثمانيه. ماتش الدنمارك هيبقى ماتش صعب جدا،
بنلعب حامل اللقب، فان احنا نتاهل برده مش سهله، بس ان شاء الله عندنا ثقه في ان لعيبتنا يقدروا يعملوا ماتشات كويسه، خصوصا ان هم لما لعبوا السويد حتى اللي هو تعتبر بطل اوروبا قدرنا ان احنا نخسر بفارق جون، وكان في تعرضنا لشويه ظلم تحكيمي وقدمنا اعتراض على التحكيم. فان شاء الله يعني انا شايف ان احنا في ماتش الدنمارك برده ممكن نعمل نتيجه كويسه ونتاهل، ولو تأهلنا لو عدينا الدنمارك اعتقد ان الطريق هيبقى متاح قدامنا ان احنا نوصل للنهائي ان شاء الله. تعليق على احراز صلاح للثنائيه امبارح، ولكن يعني ليفربول مؤخرا النتائج فيها تراجع بشكل كبير. والله يعني هو ليفربول بقاله فتره النتائج مش كويسه معاه، في حاله تخبط كبيره جدا، في تذبذب في الاداء، يعني امبارح الماتش كله ما فيش لعيب نقدر نقول ان هو استثناء صلاح ان هو جاب جونين. ليفربول في حاجه غريبه، يعني يمكن الاستقرار اللي كان فيه اختفى شويه، ممكن برضو الاصابات مقصره، يعني هو كان دايما فيرجيل فان دايك هو اللي شايل الدفاع كله، دلوقتي فيرجيل فان دايك مصاب مش هيقدر يلعب، حتى ليفربول في فتره الانتقالات الشتويه خلاص هي بتخلص، ما جابش لعيبه في الدفاع تقدر تشيل شويه مكان فان دايك، فهم عندهم تخبط. حتى كلوب طلع من كام يوم قال لك انا برده مش مسؤول عن الصفقات، في حد تاني مسؤول عنه، فلازم اعتقد ان ليفربول محتاج ان هو يجيب لعيبه تانية، ومحتاج كلوب برده يعيد النظر برده في طريقه اللعب بتاعته. اخيرا في اجاز، يعني تعليق على تصريحات موسيماني امبارح للموقع الرسمي للفيفا. والله موسيماني يعني اتمنى ان هو فعلا، هو قال ان هو بيتوقع ممكن قادر ان الاهلي يقدر يعمل مفاجاه، فاتمنى فعلا ان هو يقود النادي الاهلي ان هو يعمل مفاجاه ويعدي الدحيل فريق مش صعب، يعني ممكن نعديه، وممكن بعد كده نقابل بايرن ميونخ، فاعتقد ان هي يعني احنا هدفنا ان احنا نوصل بايرن ميونخ ونلعب ماتش كويس قدامهم ان شاء الله. شكرا استاذ ياسر. يعني كريم نهواندي، دي كانت فقرة الصحافة وتحليلها كمان من داخل جريدة الجمهورية، يا رب تكون قدرت يعني زي ما بنقول كده قدمنا وجبة صحفية للمشاهد وليكم في الاستوديو، وان شاء الله مع الوعد ان شاء الله في لقاءات وجولات صحفية اخرى من خلال 10 الصبح. طب احنا لسه ما خلصناش الوجبة يا عم محمد، وعندنا برضو سؤال الاستاذ ياسر بتحياتنا ليه، اولا صباح الفل عليه، وعايزين نعرف برضو كيف يرى العالم، طبعا الاستاذ ياسر بحكم وجوده في هذه الجريدة وحكم تخصصه المهني اكيد بيطلع كمان الى جانب الصحافة المحلية والاقليمية، عارف كويس قوي صحافة العالم بتكتب وبتقول ايه فيما يتعلق بمونديال كرة اليد في مصر 2021، ماذا يرى العالم من خلال هذه البطولة، كيف يرى العالم مونديال مصر 2021؟ يعني استاذ ياسر ده سؤال بقى من الاستوديو من استاذ كريم كوجك، يعني بيقول لك من خلال يعني عملك كصحفي ومتابعتك للصحافه العالميه، شايف انطباعات الصحافه العالميه وتغطيتها لاحداث بطوله العالم هنا في مصر. والله لا، هم يعني الصحافه العالميه كلها بتغطي البطوله كويس، وفي اشادات كبيره جدا بالتنظيم بتاعنا، خاصه في الاجراءات الاحترازيه احنا عاملين نظام الفقاعه مطبقينه كويس جدا الحمد لله، يعني الحالات قليله قوي، ما فيش غير منتخب كاب فيردي بس يعني الاشادات كلها هايله جدا بالتنظيم، واحنا عاملين بطوله كويسه يعني ومتابعين الاجراءات الاحترازيه كويس قوي يعني. يا رب ان شاء الله البطوله تنتهي على خير، ويا رب تحصل المفاجاه ومنتخب مصر يتخطى الدنمارك، يمكن زي ما بنقول كريم منتخب الدنمارك هو المؤهل الاول للبطوله، ان شاء الله في حاله ان شاء الله تتخطاه بعد بكره اعتقد الطريق هيبقى قدام منتخب مصر، يعني ان شاء الله الفوز وتحقيق اللقب التاريخي للمره الاولى. الكلمه ليك. استنى، لا الكلمه ليك انت، بس في سؤال عندنا. احنا عندنا بس شويه استفسارات يعني، وعايزين نستغل طبعا وجود استاذ ياسر الشرقاوي معاك، واولا انا هسال حاجه خاصه بمونديال اليد، وتاني حاجه خاصه بكره القدم. اسمح لي سريعا كده اروح معاك للنقطه الاولى وهي مونديال اليد، وانا من استاذ ياسر عايزه اعرف منه يعني هو استشف ايه من ردود الافعال هنا، انا عايزه اتكلم عن الناس والجمهور في مصر تحديدا حول المباراه اللي فاتت والمباراه اللي جايه، لان احنا كنا قلنا في المقدمه انا وكريم ان في بعض الروح الانهزاميه اللي موجوده المتصدره من بعض الجمهور المصري اللي احنا دايما هناكد عليها ان هي مش مفروض تكون موجوده، فانا عايزه اعرف منه هو ازاي شاف ردود الافعال فيما يختص بالمونديال والمباراه الاخيره وفيما هو قادم بين مصر والدنمارك. الشق الثاني علشان ادي لك ضيفك، انا عايزه اسال عن مباراه الاهلي وبيراميدز، بما ان دي كمان المباراه الاخيره قبل الذهاب بقى ان شاء الله يعني فريق الاهلي للمونديال، مونديال العالم يعني، وفكره هنا تمثيله بقى ان شاء الله، ويا رب كمان بنامل بالفوز. اتفضل يا محمد، اتفضل.
يعني استاذ انا هوندا سري يعني بتتكلم معاك بتقول لك بقى ردود الافعال الداخليه شايفه حاله شويه من الاحباط عند بعض الجماهير بعد النتائج الاخيره سواء في المباراه بتاع سلوفينيا وكمان يمكن الهزيمه من السويد، فشايف ردود الافعال الداخليه على المشاركه ازاي؟ ده السؤال الاول، وبعد كده في سؤال تاني. لا والله هو ردود الافعال مش وحشه قوي، يعني احنا برضو لازم نبقى واخدين بالنا ان احنا بنلعب سلوفينيا وبنلعب السويد فرق تقيله، فطبيعي ان احنا يعني ممكن الاداء ما يبقاش قد كده، ممكن ما نحققش نتائج كويسه، بس احنا وصلنا لدور الثمانيه، وصلنا يعني احسن 8 منتخبات، قدامنا فرصه ان احنا نطلع لاحسن 4، يعني ممكن نعمل مفاجاه ونطلع ناخد البطوله يعني. فشايف ان ردود الافعال مش سيئه خالص، يعني ردود الافعال كويسه والمنتخب ماشي كويس. يعني الاهلي وبيراميدز واخر مباراه قبل السفر لكاس العالم للانديه، شايف المباراه دي هتبقى ازاي في الملعب، خاصه ان زي ما بنقول ده يعني هو سلاح ذو حدين، انها اخر مباراه اعتقد يعني ممكن يكون واخده شويه من تفكير اللعيبه. والله انا شايف ان 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 تفكير اللعيبه المفروض ان هم يفكروا بس في ماتش بيراميدز ايا كانت النتيجه، برضو لازم بعد الماتش يفكروا في كاس العالم. هي يعني ماتش صعب، بس اعتقد ان لعيبه الاهلي عندهم من الخبرات ما يؤهلهم ان هم يفكروا في ماتش بيراميدز على حده، وبعد كده يبداوا يفكروا في بطوله العالم للانديه. شايف ان موسيماني ممكن لازم يعمل تغييرات شويه في التشكيله بتاعته، يريح لعيبه يعني واحد زي حسين الشحات، واحد زي ولتر بواليا ما عندهمش ثقه في نفسهم دلوقتي، اعتقد ان هم ممكن يغيبوا عن الماتش ده كراحه ليهم، تروح من عليهم الضغوط شويه، بحيث ان هم لما يدخلوا على بطوله العالم للانديه يبقى عندهم رغبه ان هم يلعبوا يعني. شكرا لك استاذ ياسر. يعني كريم الهواند حابب اقول حاجه، يمكن في طالما انتم فتحتوا موضوع كاس العالم، اعتقد ان يعني شايف اخطر حاجه على منتخبنا، خلينا نتكلم بصراحه وخاصه على السوشيال ميديا، ان ده منتخب مصر، يعني ده بيمثل الشعب المصري كله. اخطر حاجه شفتها من ردود افعال امبارح ان احنا للاسف بدانا نقسم المنتخب، في ناس بدات تتكلم عن الانديه نسيوا المنتخب ونسيوا ان ده بيمثل مصر. صحيح. للاسف بداوا يتكلموا عن الانديه، اعتقد ان ده هيبقى اكبر خطر على المنتخب في المباراه الجايه. المباراه الجايه طبعا قدام بطل العالم الدنمارك، ما فيش خلاف احسن فريق في العالم، لكن اعتقد ان احنا قادرين، ولو عدينا اعتقد ان ده هيبقى حافز كبير جدا ان احنا نعمل انجاز تاريخي. يمكن احنا عاملين بالفعل انجاز تاريخي. صحيح. انك بطولتين عالم ورا بعض نوصل لدور الثمانيه ده انجاز مش سهل. يمكن قبل كده كان ابرز انجاز لينا ان احنا خدنا رابع العالم في فرنسا 2001. ان شاء الله يا رب نقدر نعمل انجاز اكبر ونوصل للمباراه النهائيه باذن الله. كلمه ليكم. ان شاء الله. احنا بنشكرك وبنشكر ضيفك جدا يعني يا محمد على التغطيه دي، بتهيألي كانت قراءه جميله جدا للاخبار. جدا جدا. شكرا ليك يا محمد. ويمكن النقطه الاخيره اللي محمد يعني قالها، وهي فكره ان احنا هنواجه فعلا بطل العالم زي ما قلنا 2019 هي الدنمارك، وكمان على عايز اقول لحضراتكم هي عندها افضل حارس مرمى في العالم، فيعني هي زي ما قلنا تاني هي هتبقى بطوله قويه جدا، هيبقى ماتش قوي جدا، ولكن برضو املنا في منتخبنا قوي جدا ويمكن اقوى كمان، ودايما لازم عندنا روح كده اللي هو التفاؤل الامل ده، اعتقد اللي بيفرق معانا في كل حاجه. يعني احنا بنمتاز كمصريين ان احنا عندنا هذه الروح مهما كانت الظروف صعبه، مهما كان المحيط يعني مش مباشر، احنا الروح اللي عندنا دي هي اللي بتفرق، وما اعتقدش انها موجوده عند اي شعب تاني في العالم ابدا. وبالمناسبه بما ان في ناس عندها يعني شيء من مشاعر الانهزاميه، احب اقول لك ان انا ما عنديش ذره شك ان العكس صحيح كمان، يعني هتلاقي في الدنمارك ناس كتير قاعدين حاطين ايديهم على قلبهم عشان هيواجهوا منتخب مصر. خلي بالك بقى يا نهوان.